استشهد فلسطيني وأصيب نحو 40 آخرين بجروح بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على المشاركين في الجمعة السابعة من فعاليات مسيرة العودة الكبرى. واستخدم الاحتلال الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين قرب السياج الحدودي في قطاع غزة. ويحضر الفلسطينيون لذروة مسيرات العودة الكبرى في ذكرى النكبة يوم الثلاثاء المقبل. على بعد أمتار من السياج الحدودي تجلس هذه السيدة مع أبنائها، تقول إنها لا تخشى رصاص الاحتلال، ويردد أطفالها: نحن هنا لنستعيد حقنا المسلوب. جايبين الأطفال عشان يعرفوا إنه في إلنا أراضي محتلة ولازم نرجع لإلها، والرجعين إن شاء الله. هو في إطلاق نار بس عادي، يعني إحنا بأمان إن شاء الله وزينا زي بقية الشعب. احنا بنيجي هنا عشان نثبت للشعب كله انه هذا ارضنا، مش حنتخلى عنها، وباذن الله حنرجع عندها. امين. لم تهدأ المناطق الحدودية في غزة مع دخولها الاسبوع السابع. وعلى الجانب السياسي من المسيرات، تتوعد حماس والفصائل الفلسطينية الاخرى بيوم مظاهرات ضخم وطوفان بشري كما يقولون، بالتزامن مع افتتاح مقر السفارة الأمريكية في القدس. بلا شك اليوم هو يوم نذير لما بعد يومين أو ثلاثة. نحن نحرص وبالاتفاق الوطني على بقايا سلمية، حتى لو قدر لبعض هؤلاء الشباب أن يقطعوا هذا السلك المصطنع الزائل فيتبقى في حدودها السلمية، لأنهم لا يحملون سلاحا ولا يحملون شيء، إنما هم يمارسوا حقا طبيعيا في العودة إلى أرضهم ووطنهم. لا تظهر الفصائل الفلسطينية نوايا معلنة على الأقل بشأن تصعيد عسكري محتمل مع إسرائيل، لكن الأكثر صراحة هو ما قاله قائد حماس في غزة يحيى السنوار، أن الفصائل قد تضطر للمقاومة المسلحة حسب مقتضيات القانون الدولي لاستعادة حقوق الفلسطينيين وحل مشاكلهم. يواصل الفلسطينيون استعداداتهم من أجل أوسع مشاركة في مسيرات العودة يومي الاثنين والثلاثاء القادمين. مسيرات بدأت سلمية واستمرت سلمية، لكن من غير الواضح كيف ستكون النهاية بالنظر إلى التوقعات بتجاوز المدنيين هذه الحدود. باسل خلف، التلفزيون العربي، قطاع غزة. وينضم إلينا من غزة أحمد أبو رتيمة، عضو اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة، وأيضا من عمان الدكتور صبري سميرة، الخبير في العلاقات الدولية. أبدأ معك سيد أبو رتيمة، يعني الآمال والدعوات معقودة على مسيرات يومي الاثنين والثلاثاء لتكون يعني الأكثر حشدا والأكثر تأثيرا ربما. كيف تعتقد أن يعني سيكون مستوى الحشد ومستوى نجاحها بين مزدوجين بقراءة مسيرات اليوم؟ نعم، أسعد الله مساءك ومساء المشاهدين الكرام. نحن الآن على بعد أيام قليلة من بلوغ مسيرة العودة ذروتها يومي الاثنين والثلاثاء، 14 و15 من مايو، حيث ذكرى مرور 70 عاما على اقتلاع الشعب الفلسطيني من وطنه، وأيضا تزامن ذلك مع الموعد المفترض لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وفق المعطيات التي توفرت خلال الاثنين والأربعين يوما الماضية، فإن مسيرة العودة تزداد زخما، لا يوجد مؤشرات تراجع فيها. يبدو أن هذا خيار اكتشفه الفلسطينيون وهم يثقون بجدوى هذا الخيار ومصرون على المواصلة فيه لما حققه من فوائد كثيرة حتى اللحظة. هذا الخيار أعاد الاعتبار بقوة لقضية العودة وأعاد تصحيح البوصلة الوطنية الفلسطينية، وكذلك هو خيار وحدوي وهو خيار شعبي الطابع يمارسه جميع فئات ومكونات الشعب الفلسطيني. لذلك من المتوقع أن نشهد أعظم حشد سلمي في يوم الاثنين القادم وفي قطاع غزة وفي المناطق الأخرى للتواجد الفلسطيني، وذلك بسبب وجود حالة من الشعور العام لدى الفلسطينيين بأنه يجب إرسال رسالة قوية في ذلك اليوم
إلى دولة الاحتلال أولا بأننا متمسكون بحق العودة، وكذلك رسالة قوية إلى أمريكا وإلى كل حلفاء هذا الاحتلال بأن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقوقه ولن يقبل بتصفية حقوقه. طيب سيد سميرة، يعني أيضا من هذه الدعوات هناك دعوة إلى اعتبار يوم 14 من مايو أيار يوما عالميا لرفض يعني نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، لكن هناك من يقول في ظل الوضع الإقليمي والدولي والمواقف يعني للولايات المتحدة وحلفائها، ما الفائدة من هذه الدعوات يوم آخر على الرزنة ما يضاف؟ بالطبع النظر إلى هذا الأمر على أنه مسألة نشاط وموسم وينتهي هو نظرة خاطئة تماما. الأفق أمام الفلسطينيين وأمام حل القضية الفلسطينية مغلق. الشعب الفلسطيني له حقوق يطالب بها منذ 70 عاما، وعلى رأسها حقوق اللاجئين. هؤلاء اللاجئون الذين يتواجدون الآن على حدود فلسطين في غزة أو تظاهروا في العالم كله، وعندنا كان في الأردن عشرات الألوف ذهبوا إلى أقرب نقطة ممكنة لفلسطين في أغوار الأردن، كل هؤلاء يقولون للعالم بأنه إن لم يوجد لدينا حل كشعب فلسطيني أو شعب عربي لنسترجع حقوقنا بقوة سلاح أو غيره، باتفاقيات سلام عادلة أو غيرها، فإننا كشعب سنستمر في التعبير عن رفضنا لهذا الاحتلال، عن إعلان للعالم كله حجم المعاناة التي نعيش فيها، وأن نطالب بحل حقيقي لمعاناتنا جميعا وعلى رأسها حق العودة. لذلك مثل هذه المسيرات هي مسيرات فعالة جدا ومهمة جدا. مسيرات رفض أيضا نقل السفارة إلى القدس هي مسيرات مهمة جدا. المسألة بأبسط صورها هي مسألة حق وباطل، مسألة أصحاب حقوق ومغتصبين. ولكن هل تعتقد أنه حتى لو أكملت بالتعبير وبالصراخ وبالنداء، برأيك سيد سميرة إن أكملت هذه المسيرات يعني زخمها في الجمعات المقبلة بعد يعني يوم الثلاثاء ولم تقف عند هذا التاريخ، هل فعلا يمكن أن يعني تعطي صدى معين وتكون الأذان صاغية لها؟ هل سيلتفت أحد من يعني ليس فقط الدول الغربية أو الولايات المتحدة، حتى الدول العربية؟ من نصيحتي الشخصية والتخصصية في هذا الأمر منذ سنوات طويلة، وأنا سعيد جدا لأن أسمع مثل هذا الكلام من غزة ومن حول العالم، من أن الشعب الفلسطيني وجد ضالته الآن بهذا الحراك السلمي. نعم العالم تغير، والعالم اليوم يراقب بكل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ثقافة العالم اختلفت، ثقافة شباب العالم اختلفت، وبالتالي هذا الاحتلال الوحيد في العالم لابد أن يرد عليه بأن يستمر صاحب الحق بإعلاء صوته ما دام ليس هنالك خيار آخر. نعم بعد 14 و15 أيار يجب أن تستمر مثل هذه المسيرات، وأنا أدعو وأعتقد أن الجميع على هذه القناعة بأن هذه المسألة ليست مربوطة بذلك التاريخ، هي مسألة مستمرة ما دام هنالك حقوق فلسطينية منتهكة، ما دام هنالك لاجئ في الأرض طيب لا يستطيع العودة إلى وطنه فلسطين، يجب أن تستمر هذه المسيرات لتحقيق ذلك. سيد أبو رتيمة، ذكرت يعني موضوع سلمية هذه المسيرات، وأيضا يعني كرر ذلك سيد سميرة أهمية الحراك السلمي إلى جانب يعني الخيارات الأخرى المطروحة، لكن هناك استعدادات وتحضيرات إسرائيلية كبيرة، وكلها يعني حتى نقلا عن وسائل الإعلام الإسرائيلية يتحضرون لأن يكون ربما بنتيجة هذه المسيرات هناك تصعيد عسكري. أولا يعني ماذا تتوقعون أن تواجهون في هذين اليومين، والتصعيد العسكري الذي تحكي عنه إسرائيل ما هو من وجهة نظركم؟ دولة الاحتلال منذ قبل انطلاق مسيرة العودة منذ أكثر من شهرين من الآن وهي تحاول جر الحالة إلى مربع العسكرة، وذلك لأنه ذلك هو المربع الدعائي الذي تحسن الدعاية فيه وتحسن تسويق نفسها أمام العالم. المسيرات السلمية هذه تسبب إحراج وإزعاج كبير جدا لدولة الاحتلال، وتمثل استنزاف لها إعلاميا وسياسيا وأخلاقيا، لذلك هي تحاول أن تخلط الأوراق، هي تحاول أن تهرب
تهرب من حقيقة أنها تواجه شعبا برجاله ونسائه وأطفاله وشيوخه وعجائزه، لذلك تحاول دائما أن تخلط الأوراق وأن تصور وكأن هناك مواجهة عسكرية. هذا مخطط احتلال مكشوف وواضح بدأ منذ بعيد، ولكن وعي الشعب الفلسطيني حتى هذه اللحظة حال دون نجاح هذا المخطط الاحتلالي. الصورة اليوم فاقعة الدلالة. اليوم كنت في أحد الميادين، أمام عيني كان ما لا يقل عن 50 صحفي أجنبي، هذا عدا عن الصحفيين العرب والفلسطينيين. طيب، ولكن سيدة بوتيمة، فقط لتوضيح أكثر نقطة التحضيرات أو تحضيراتكم بمواجهة التعزيزات العسكرية الإسرائيلية، يعني هناك تعزيزات يتحدثون عن أنه ربما يكون هناك طائرات ورقية ترسل، يعني ربما قنابل حارقة أو غيره، يتحضرون لاقتحام يعني السياج الأمني، يعني تحركات من هذا النوع تخرج عن طبيعة الطابع السلمي للمسيرات. هل هناك إمكانية لضبط كل هذا؟ يعني وأيضا هناك كلام من جهتكم من هيئة التنسيق بأن تريدون يعني أن تكون الرقعة واسعة، وحتى كلام عن أن مسيرات ستخرج من في الضفة الغربية وغيرها. في البداية علينا أن نقرر أن المشكلة الرئيسية هي في الاحتلال وليس في ردة فعل الشعوب الواقعة تحت الاحتلال. ثانيا، نحن حتى هذه اللحظة لم نخرج عن الطابع السلمية، ويعني لننظر يعني كم عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا أو أصيبوا منذ بدء مسيرة العودة. الجواب صفر. صفر من الجنود الإسرائيليين مقابل عشرات من الفلسطينيين، من الجنود الإسرائيليين جرحى. هذا يدلل على نعم، هذه نقطة قوة للمسيرة، لا أعتبرها نقطة ضعف. هذا يدلل أن الفلسطينيين واعين بقوة هذه المسيرات وأن قوتها في سلميتها وأن قوتها في أنها نحن لا نهدف في هذه الموجة إلى قتل الجنود أو إصابة الجنود، بل نهدف إلى زعزعة الأساس الأخلاقي لهذه دولة الاحتلال، إعادة تعريف العالم بأصل المشكلة، إعادة تسليط الضوء على قضية العودة، إحياء قضية العودة في النفوس. كل هذه الأهداف تحققت. نعم، هناك في الميدان للشباب كلمتهم، الشباب قاموا من تلقاء أنفسهم بإبداع الطائرات الورقية وبإبداع الإطارات الكاوتشوك وبقص هذا السلك. وبالمناسبة حتى بمعيار القانون الدولي هذا السلك الذي يقع شرق غزة لا يعتبر حدود دولة، هو غير معترف بأنه حدود دولة، بل هو سياج أمني وهو رمز للقهر ورمز للحصار. فالشعب الواقع تحت الحصار له كامل الحق وكامل الحرية في تحديد وسائل مقاومة الاحتلال ووسائل مقاومة هذا الاحتلال والدفاع عن نفسه والنضال في سبيل الحرية وفي سبيل الكرامة. لكن مسيرتنا سلمية وواضحة لكل العيان ولكل العالم، والصورة أكبر وأنصع وأوضح من محاولات التزييف الاحتلالية. سيد سميرة، يعني طبعا حكي الكثير عن تأثير الانقسام الفلسطيني على مسيرات العودة، رغم أن هناك دعوات لدعم هذه المسيرات من الفصائل كلها، لكن كان هناك تبادل يعني الكلام أو الانتقاد السجال السياسي لنقل بعد كلام هني عن أنه يعني يمكن نقل هذه المسيرات إلى الضفة الغربية وحتى إلى الشتات، يعني أن تخرج من المخيمات اللجوء الفلسطيني في الدول الأخرى. فتح شخصيات من فتح ردت بأن هذا متاجرة. برأيك يعني كيف سيؤثر هذا حقيقة على مسيرات اليومين المقبلين؟ وإن خرجت من يعني مخيمات اللجوء في الشتات مسيرات، كيف يمكن أن تؤثر يعني إذا ما نظرنا إلى الوضع في لبنان أو في الأردن في ظل يعني التصعيد العسكري الذي نشهده الآن في سوريا بين إسرائيل وإيران وكل يعني الاحتقان الداخلي في هذين البلدين؟ بالطبع الإجابة لديها تفاصيل كثيرة جدا. أولا، أثني على كل كلمة قالها الأستاذ أحمد أبو رتيمة من غزة، هذا هو الوعي المطلوب، وأشدد أنه المطلوب هو السلمية والسلمية والسلمية التامة. لا أستطيع أن أشدد على مثل هذا المفهوم. مرة أخرى، سألتني في السؤال الأول عن أهمية هذه المسيرات وإلى أين تنتهي. نعم، الرأي العام العالمي يتأثر، القواعد الأخلاقية والقيمية لإسرائيل تهتز بصورة عنيفة جدا، وهذا ينعكس على حلفاء إسرائيل من يدعمها أمريكا. الشعب الأمريكي والشباب الأمريكي وكذلك الشعوب والشباب الأوروبيون ينتبهون ويراقبون. إذا ما استمرت هذه السلمية والإصرار على هذه الحقوق، هنالك حرج كبير جدا ستواجهه إسرائيل وأمريكا وأوروبا وحلفائهم أجمعين، وبما في ذلك الحكومات والأنظمة العربية.
وبمن ذلك للأسف أقول السلطة في الضفة الغربية. لذلك نجد هنالك ضغوطات مختلفة متعددة الأشكال والألوان علنية وسرية لإيقاف مثل هذه المسيرة سواء في غزة أو خارجها، وبعضها يأتي من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. نقول هذا مرفوض ومرفوض جدا. هؤلاء يرفضونها لأنها تعري مواقفهم السياسية والوطنية والعروبية والقومية. هم لا يساندون الحق الفلسطيني، لا ينتصرون لهذه القضية المركزية العربية، هم يتخاذلون تماما أمام إسرائيل وأمام الضغط الأمريكي، بل بعضهم يهرول إلى إسرائيل، بعضهم يشارك في احتفاليات 70 سنة كما أرسل هؤلاء الدراجون ليشاركوا في احتفالية 70 سنة في القدس بدراجاتهم نيابة عن بلدانهم. أنا أعتقد هذه المسيرات تسبب قلق شديد جدا لدى هذه الأنظمة والكثير ممن يدعمهم في الغرب وفي الشرق، وبالتالي الجميع يريد إيقافها، لكن البديل هو استمرارها بسلمية تامة، لأن كما ذكرت هي الآن معركة أخلاقية، وهذه مهمة جدا في الحياة السياسية وفي حقوق الشعوب. عندما نصل إلى نقطة مثل ما صار في الأبارتايد سيستم، دولة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، ضج العالم ووصلوا إلى نقطة بأنه لا بد من إنهاء تلك الحالة. إسرائيل تخشى أن تصل إلى هذه النقطة بفعل الفعل الأعزل الذي يقوم به الشعب الفلسطيني في فلسطين وغيرها. مسألة اختراق الحدود كما ذكر الأخ أحمد، كل هذه أرض فلسطينية وهؤلاء اللاجئون يحق لهم التحرك، ما دام يتحركوا بسلمية تامة. أشدد على نقطة قانونية في القانون الدولي، إسرائيل وهي دولة احتلال مسؤولة عن سلامة كل أظفر وكل جرح لأي فلسطيني في داخل فلسطين، وبالتالي هي لا تستطيع أن تبرر أي قتل وأي جرح لأي فلسطيني بحجة أنهم اخترقوا الحاجز الأمني أو قلعوا الشبك. ولكن هو السؤال هو هنا أيضا هو ما إذا كان سيكون الموضوع يعني بقرار بأنه هذه هي النقطة الفاصلة التي سيتم فيها تصعيد يعني وتيرة ومستوى هذه المسيرات أم لا، وهذا كان مقصد السؤال لسيد أبو رتيمة. لكن أعود إليك سيد أبو رتيمة فيما يتعلق بيعني التحضيرات وتحضيرات المقابلة أيضا من جانب إسرائيل. هناك كلام على أن سلطات الاحتلال تعتزم أن يعني تمنع الأذان من المساجد تزامنا مع احتفالية يعني نقل السفارة. هل من هذا نوع التضييق أو الممارسات هذه يمكن أن تؤثر على تفاعل الفلسطينيين في الداخل مع المسيرات، وكيف هو تنسيقكم مع الجهات هناك؟ نعم، دولة الاحتلال واضح أنها تستهتر بمشاعر الفلسطينيين وأيضا العرب والمسلمين، هي وحليفتها الإدارة الأمريكية، عبر هذه الإجراءات وعبر التمادي في استعداء الشعب الفلسطيني والأمة عبر نقل السفارة وأيضا منع الأذان وكل هذه الإجراءات. كل هذه الإجراءات هي محرضات إضافية نتوقع أن تستفز الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، خاصة في القدس وفي الضفة المحتلة وفي كافة أماكن تواجد اللاجئين الفلسطينيين. هذا الشعب الآن يناضل في سبيل الحرية ويناضل في سبيل العودة ويناضل في سبيل الحقوق. كل هذه التصرفات من قبل الاحتلال ستصب الزيت على النار وستكون وقودا إضافيا لإشعال هذه المعركة. اليوم نعم تحركت الجماهير الفلسطينية على نحو واضح في قطاع غزة، والآن زمام المبادرة بأيدي هذه الجماهير. نحن نأمل في المرحلة القليلة القادمة وفي الأيام القليلة القادمة أن نجد زخما شعبيا أكبر في الضفة المحتلة وفي القدس وفي فلسطين الداخل وفي كافة أماكن تواجدنا الفلسطيني، لأن هذه معركة الضرورة لنا كفلسطينيين أن نخوض هذه المعركة، معركتنا في سبيل حريتنا وكرامتنا وتقرير مصيرنا. سيدة سميرة، يعني بإيجاز، موضوع نقل السفارة واحتفالية إسرائيل بها يعني لم تمنع أن يكون هناك مشاركات، ذكرت يعني أشكال من أشكالها، لكن أيضا كل هذه المسيرات وسقوط عشرات يعني الشهداء من الفلسطينيين وأيضا المئات من المصابين لم يمنع دول أخرى ولو دول صغيرة ربما من أن تحذو الولايات المتحدة بموضوع نقل السفارة.
هل برأيك ستقف الدول الأخرى دول الأوروبية التي لها تأثير أن تمنع نفسها من يعني اللحاق بواشنطن في هذا الموضوع نظرا إلى المسيرات، أم أن هذا تحصيل حاصل يعني تلو يوما تلو الآخر سيكون هناك إعلانات مماثلة؟ أنا أعتقد والحالة العربية البائسة حتى الآن كثير من الدول قد تلحق بأمريكا وبخطواتها، لكن بعض الدول الوازنة في العالم قد لا تفعل ذلك سعيا منها لأن يكون لها دور في حل القضية الفلسطينية. هم يفرقون بين مسألتين، مسألة أن إسرائيل قائمة ولكن يجب أن تعيد حقوق فلسطينية للشعب الفلسطيني، بالنسبة للكثيرين يعتبرون القدس تحصيل حاصل أنها عاصمة إسرائيلية، فالقضية لديهم أصبحت أن المسألة ليست هي القدس وإنما وجود حل القضية الفلسطينية. لذلك نجد بعض الدول مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها التي قد تنقل سفاراتها في زمن ما تصر على إيجاد حل لهذه القضية، لكن للأسف حتى الآن أمريكا هي التي تمسك بكافة الخيوط وإسرائيل هي التي تفرض إرادتها، وهذه المعادلة لن تتغير إلا بتغير الحال العربي، وهذا لن يتغير إلا بضغط الشعوب العربية على حكوماته العربية وأنظمتها العربية، وهذا يحتاج إلى فترة من الزمن، وخلالها يجب على الشعب الفلسطيني أن يستمر بسلميته والشعوب العربية دعمه بما تستطيع حتى نصل إلى تلك المرحلة التي نسعد فيها فعلا بتحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. سيد الدكتور صبري سميرة الخبير في العلاقات الدولية كنت معنا من عمان، أشكرك جزيل الشكر، وأيضا أشكر ضيفنا من غزة السيد أحمد أبو رتيمة عضو اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة.